رغم حاجة الإنسان إلى ربه شيخ صالح في كل وقت، في وقت اليسر وفي وقت العسر، إلا أن كثيرا منا يغفل عن الدعاء. ما رأيكم شيخ صالح؟ هذه خسارة عظيمة أن الإنسان يغفل عن الدعاء ويعرض عن الله سبحانه وتعالى وهو لا يستغني عنه طرفة عين. الله جل وعلا فتح له الباب ودعاه أن يقبل عليه وأن يدعوه، لا لحاجة إليه ولكن لأن العبد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من رحمة الله لعباده وإحسانه إليهم أنه أتاح لهم الفرصة وأمرهم بدعائه ليستجيب لهم، لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهم وفقرهم، وأنهم لا يستغنون عن الله طرفة عين. فعلى المسلم أن يكون دائم الصلة بربه عز وجل. نعم.